بركات عبد الله رئيس جماعة الدورة. نشكر هذا الأشخاص وهؤلاء المستشارين اللي التحقوا الليلة بينا وحضروا هذا اللقاء اللي كان هو لقاء نحسبوه احنا لقاء في المستوى الحمد لله. ونشكر المستشارين اللي كانوا في بعض الأحزاب السياسية يمارسوا السياسة واللي هم التحقوا الليلة بينا بهذا الحزب اللي هو حزب الحركة الشعبية وهي العدد تقريبا 37 مستشار. بسم الله الرحمن الرحيم. التحاقنا بهذا الحزب اللي ينقال له الحركة الشعبية التحقنا به. كما تعلمون الإقليم صغير وصفة القاسم الانتخابي شفنا فيه عنه يستلزم عن لابد من الأحزاب التواجد فيه لأنه كانوا مهيمنين عليه تقريبا حزبين والتحقنا. أنا هذا التراي فيه عضو مستشار في جماعة الدورة والتحقت بحزب الحركة الشعبية شفنا فيه عنه نقدر نجبروا ذاتنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا احنا صراحة كنا في حزب الاستغلال ومرقنا ضريك من حزب الاستغلال ومشينا لحزب السنبولة ونتمنى إن شاء الله بإذن الله الخير ندور ونزيدوا به القدام ونتمنى في السياسة نتلاحموا فيها كاملين ونزيدوا القدام ونختاروا الله نوحدوا الحزب ونوحدوا روسنا فيه وهذا هو اللي نختاروا نلحقوه إن شاء الله وبإذن الله. هذا اللون السياسي اللي هو احنا تمنيناه ونتمناه ان شاء الله باش نزيد به القدام قبال ان شاء الله باذن الله. وشكرا. عروسي سيدي علي منسق حزب الحركه الشعبيه باقليم طرفايا. هذا اليوم فخر بالنسبه لنا احنا كحزب اللي ثمرت عمل ديال واحد سنه او سنه ونصف بان باش يلتحقوا بين هذه الوجوه من اقليم طرفايا وهذو المنتخبين ورؤساء الجماعات. وهذا اليوم تاريخي بالنسبه لنا باننا حققنا اسم المرشح اليوم اللي هو مرشح الانتخابات التشريعيه دائره طرفايا اللي هو مبركات عبد الله رئيس جماعه الدوره.